أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله رسوله. صدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. من المؤمنين
من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما من المؤمنين رجال رجال وما بدلوا تبديلا Oh!
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله طبيعيا
كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا حاضر اهلا وسهلا ساكون مشكور واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا كان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. يا أيها النبي يا أيها النبي
يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها النبي تاني يا ايها النبي كده بالصلاة على النبي ما يرضى عليك الله اكبر يا يا أيها النبي قل لأزواجك وزينتها فتعالين الله اكبر فتوالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء يا نساء النبي من يأتكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة
بينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا
أعطينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر قلوب طهيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً صدق الله العظيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام من ايات سورة الاحزاب استمعنا بصوت عالم التلاوات الجمهورية في مصر العربية والشعبية الدولية حول العالم الاسلامي الذي انجاب اكثر من 43 لوحة حول العالم الاسلامي قارئ اتحاد الاذاعات والتلفزيون ملك الابداع الاول وملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرام بقول توزيع من داخل المؤسسات واولى الخيام المضيفه العالميه التي تطلق وتطلب بمخازن ومحلات اولاد المغفور له باذن الله تعالى الحاج حامد منى اولاد المغفور له باذن الله تعالى الحاج حامد منى المقيمين بمحله مصر
يصنفه رقم واحد على عموم المحافظات الجمهوريه الرئيس العربيه في اداره المتر العربي. المتر العربي المحيط بالبنوف مركز ومدينه طنطا بمحافظه الغربيه. ايها الساده، في ليله التكريم التي اقيمت للراحل الكريم المغفور له باذن الله تعالى وحفيد الشباب معالي السيد المستشار احمد نجيب غلوش، يتقدم كل من معالي السيد المستشار محمد نجيب غلوش والاستاذ عبد اللطيف نجيب غلوش معالي السيد اللواء عمر عبد اللطيف غلوش، كما يتقدم عبد الحاج محرز غلوش معالي السيد المستشار عز محمد غلوش الحاج نزيه عبد الوهاب غلوش معالي الاستاذ الدكتور عبد القوي غلوش وجميع الاسر الكريمه والعائله الكريمه الى غلوش الى كل من متبعين بواجب العزاء الشكر والتقدير السادة شكر الله بسعادتكم جميعا.